السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو تقويم الإجمالي للأسدس الأول. إذا هذا الفيديو هذا كيخص بطبيعة الحال مرجع واضح في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم ابتدائي. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول، تقويم المكتسبات. أربط كل نشاط بالعضو الحسي الذي يناسبه. إذا لدينا مجموعة من الأنشطة الحس حركية أو الحسية، إذا سنربط كل نشاط بعضو الإحساس المسؤول عن هذا النشاط. أميز بين القلم الأحمر والقلم الأزرق. هنا تمييز الألوان، تمييز الألوان يكون بواسطة حاسة البصر. إذا نقوم بربط إذا الحاسة بالعضو أو يعني النشاط الذي تمكن من القيام به، يعني هنا الرؤية وتمييز الألوان. ثم النشاط الثاني، أشرب شايا حلوا. إذا هنا الذوق، يعني الإحساس بالمذاقات المختلفة. إذا اللسان. ثم أقف عند الإشارة الضوئية الحمراء. إذا معرفة الإشارة الضوئية الحمراء يتطلب ماذا؟ يتطلب رؤية الضوء، رؤية يعني الإشارة الضوئية الحمراء. هنا نتحدث عن حاسة البصر. أجمع حصان أملس. إذا أملس هنا الكلمة المفتاح هي أملس، يعني أنني تمكنت من أو يعني تحسست هذه أو هذا الحصى ووجدت بأنه أملس وليس بخشن. إذا هنا نتحدث عن حاسة اللمس. إذا نربط بخط. ثم النشاط الموالي، إنها رنة هاتف والدي. إذا هنا سماع الرنة يعني أنني استعملت حاسة السمع. ألعب بساحة المدرسة مع أصدقائي. إذا هنا عندما يعني نلعب يعني بشكل جماعي، إذا فاللعب بالمدرسة يعني أنني أتمكن من رؤية أصدقائي، من رؤية الساحة، من تعرف ماذا يوجد في الساحة. إذا هنا نستعمل حاسة البصر. أشعر بحرارة الجو. إذا هنا الشعور بحرارة الجو يعني الجلد أو الجسم، إذا الجلد يتعرق. إذا هنا نعرف بأن الحرارة، إذا هنا فنحن سنوظف الجلد أو حاسة الجلد. أقرأ التمارين بصوت مرتفع. بطبيعة الحال هنا فنحن نوظف السمع، إذا حاسة السمع، أنا أسمع أنني أقرأ هذه التمارين بصوت مرتفع. إذا القراءة تتطلب ماذا؟ تتطلب الرؤية، البصر، حاسة البصر، لكن الأهم هنا هو بصوت مرتفع، يعني أنا أعرف بأنني أقرأ بصوت مرتفع لأنني أسمع تردد صوتي. إذا هنا فنحن نركز على السمع، حاسة السمع. إذا نمر الآن إلى السؤال أو التمرين الثاني، تقويم المكتسبات. أضع أرقام الصور المشعاعية للمنفصل التالية على الرسم. إذا لاحظوا معي، لدينا الكاحل، الرسغ، ثم الكتف، ثم الركبة. إذا بالنسبة للصورة ألف بطبيعة الحال لاحظوا معي لدينا الكاحل، لأن لدينا القدم، ثم لدينا هنا مفصل الكاحل، إذا رقم واحد. ثم الصورة الثانية لدينا الركبة، إذا مفصل الركبة، لاحظوا معي لأن لدينا هنا الفخذ مع الساق، إذا رقم اثنان. بالنسبة لرقم جيم، لاحظوا معي لدينا المفصل الكتف، لاحظوا لدينا هنا القفص الصدري، إذا مفصل الكتف، إذا هنا رقم ثلاثة. نمر الآن إلى السؤال الموالي، التمرين الثالث، إذا تقويم توليفي. لاحظوا معي عدد الحركات التنفسية في الدقيقة. بالنسبة للرضيع 50، بالنسبة للطفل سنه 5 سنوات 25، بالنسبة للطفل أو للمراهق 15 سنة 20، ثم لراشد إذا 16 حركة
في الدقيقة. إذا لاحظوا بأنه عندما نكبر تنقص الحركات أو عدد الحركات التنفسية، تتراجع عدد الحركات التنفسية. إذا سنضع علامة في أمام الجمل الخاطئة، عدد الحركات التنفسية يزداد حسب السن، إذا هذه جملة خاطئة لأنه ينقص ولا يزداد. عدد الحركات التنفسية يختلف حسب السن، إذا هذه جملة صحيحة. عدد الأولى الحركة التنفسية عبارة عن شهيق فقط، إذا جملة خاطئة لأنه الحركة التنفسية هي شهيق زائد زفير. إذا عندما نقوم بشهيق وزفير في نفس الآن شهيق زفير، إذا هذه تسمى حركة تنفسية. الحركات التنفسية تبين أن الشخص حي، إذا جملة صحيحة. التمرين الرابع تقويم المكتسبات. إذا تتم الحركات بفضل ثني وبسط الطرف، أكتب تحت كل رسم ثني أو بسط، ثم ألون في الرسوم مكان المفاصل كالتالي: المرفق باللون الأزرق، ثم الركبة باللون الأحمر، الكتف باللون الأخضر، ثم الورك بلون أصفر. إذا نبدأ بمفصل المرفق، إذا سنلونه باللون الأزرق. إذا في جميع الرسوم بطبيعة الحال، إذا المرفق إذا لدينا هنا إذا بلون أزرق، ثم هنا ثم هنا. نمر الآن إلى الركبة بلون أحمر، إذا سنلون مفصل الركبة بلون أحمر، إذا الركبة هنا، إذا الركبة إذا هنا مفصل الركبة. إذا بالنسبة للكتف بلون أخضر، إذا بطبيعة الحال هنا مفصل الكتف ثم الكتف، وأخيرا مفصل الورك بلون أصفر، إذا الورك هنا، إذا ثم هنا وهنا ثم هنا. إذا لاحظوا معي الآن سنحدد نوع الحركات. إذا هنا لاحظوا معي تتم الحركة بفضل ثني، هنا لدينا الثني إذا ثني، هنا لدينا باسط، لدينا باسط كذلك باسط، ثم هنا لدينا ثني، هنا وهنا وهنا ثم هنا، إذا هنا ثني. نمر الآن إلى التمرين الخامس تقويم المكتسبات دائما. ألون العضو الحسي بلون الإطار المطابق له. إذا الأنف، لاحظوا معي الأنف هنا، الأنف يعني أنني أشم الروائح، إذا رقم اثنان بالأصفر، إذا الأنف سنلونها بالأصفر. إذا اللمس، لاحظوا معي اللمس، لمس فرو القطة، إذا باللون الأحمر، إذا اليد سنلونها باللون الأحمر. لاحظوا معي الأذن يعني سماع الأصوات، إذا هنا باللون البني، إذا سنلون الأذن باللون البني. ثم بالنسبة للسان، إذا اللون الأخضر، إذا تذوق، حاسة الذوق، تذوق الثلج. ثم باللون الأزرق لاحظوا معي رؤية صورة الفتاة على المرآة، إذا البصر، إذا حاسة البصر، إذا نلون هذه الخانة بالأزرق. نمر الآن إلى تقويم المكتسبات. أضع إطارا على اسم الوجبة المتنوعة المكونة من أغذية ذات أصل نباتي وحيواني. إذا بالنسبة للوجبة المتنوعة هي وجبة إيمان، إذا لدينا جبن حليب وسمك من أصل حيواني، ثم لدينا خبز وفواكه من أصل نباتي. السؤال السابع والأخير، إذا تقويم المكتسبات، أحدد بالأحمر مسار هواء الشهيق على رسم ألف، ثم أحدد بالأزرق، إذا هنا بالأحمر مسار الشهيق وبالأزرق مسار الزفير على رسم باء. إذا نبدأ بالرسم ألف، مسار هواء الشهيق بالأحمر، إذا من الأنف أو من الفم،
ثم نحو القصبة، ثم نحو القصبتان الهوائيتان، ثم نحو الرئتين. إذا هذا هو الاتجاه. وبالنسبة لهواء الزفير، إذا من الأسناخ الرئوية التي تكون ولا لي زيكستريميتي ديال الرئتين نحو القصبة الرغامة ثم للخروج. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا إن شاء الله مع دروس الوحدة الرابعة التي ستتطرق إن شاء الله إلى مجال الماء والطبيعة. إذا مع أول درس إن شاء الله سيخص هذه الوحدة، أين أجد الماء في الطبيعة. إذا كونوا في الموعد دائما. إذا أقوم بتنزيل الفيديوهات قبل يعني الانطلاق الدراسة لكي يتسنى لكم الوقت للاطلاع على الدروس ومعرفة يعني محتويات هذا المجال. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.